السؤال المهم، وهو القسم الأخير من هذا المجلس، يتصل بكيفية التخلص من هذه الحقوق، من هذه المظالم. يعني أنا ظلمت، رفعت يدي ضربت ولدي، زين؟ أنت الآن ضربت ولدك، هذه مظلمة. ضربت زوجتي، لا مثلا على سبيل المثال، هذا ظلم نفس ما قلنا من النوع شنو؟ من نوع الظلم الجسدي. لا يومنا صغير كذا شيخنا برادة نفس ما قلت أنت شي من هالقبيل، أو لا الحين هذه السوبر ماركت هذا الكبير، أدخل هذا السوبر ماركت الأولاد ما أخذ له حلاوة ما أخذ له عصير، ها كذا في ناس شذي. يعني من يدخل خلي الولد على راحته يأكل اللي ينبي ويقطه، بعدين لا يحطه في السلة حق الحساب ولا هم يحزنون. وفي ناس شذي موجود. الآن كيف أرد هذه المظالم؟ أو لا مظالم معنوية نفس ما تفضل، يعني غيبة، نميمة، بهتان، شيء من هذا القبيل، ما أصنع؟ وش أسوي ويا هذه المظالم؟ النحو الأول للتخلص من المظالم هو الإبراء. يعني شنو الإبراء؟ يعني طلب السموحة والسماح. تروح للشخص اللي ظلمته تقول له سامحني، مثلا زوجتك، ابنك بلغ كذا، تقول له يا ولدي انت يوم كنت انت صغير شويه حركات زايده وانا ايدي خفيفه عليك، سامحني يا ولدي. زين، ما هو امراه كانت ايدها خفيفه على ولدها. زين، الان قلت لها بالغ، وقالت لا مو بالغ بس مراهق شويه ويبلغ. شيخنا قلت له بعد انتظرين انت ايدك خفيفه، الحين لو بنحسب الديات اللي عليك ها ايش كثر. انتظرت انتظرت، بعد فترة اتصلت قالت انا الشيخنا اللي متصلة فيه قبل فترة لها تفضلي، قالت كذا كذا موضوعي، الان ولدي بلغ، من رحت ليه؟ قلت له سامحني يا ولدي. قال يا يما ما اسامحش. ليش؟ بعد يدش كانت خفيفة للغاية، انا تأذيت من يوم انا صغير إلى أن كبرت. شوف شلون، يعني لا ترك الذنب وأولى من ماذا؟ ولا الاستغفار. فهنا لما نذكر الوسائل لا نشجع على فعل هذه المحرمات، لا، الإنسان لازم يترك هذه الأمور. قلت له طيب خاطره كذا شيء من هذا القبيل مرة ومرتين لكي يغفر لك ويسامحك. قالت إذا ما سامحني. قلت لها بعد إذا ما سامحت تدفعين له مبلغ، تدفعين لي. فالطريق الأول هو عبارة عن ماذا؟ عن الإبراء. تروح تطلب تقول والله يعني أسأت إليك كذا، والله مثلا سيارة كذا مثلا صارت يا شيخ وكذا، سامحني. سامحك، هذا طريق أول. الطريق الثاني، لا، الشرع المقدس إذا لم يحصل العفو، إذا لم يحصل الغفران من الطرف الآخر، لا تترتب حقوق. أنت الآن اعتديت جسديا، ربما يكون في قصاص، اعتديت مثلا على العين، أو اعتديت على مثلا العضو، أعطبته كسرته، في قصاص. والله سبحانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا شيخنا، ما وصلنا لهذا المستوى، إلى ما نصنع؟ الاعتداءات البدنية تخلف ديات، تدفعها أموال، غرامات تدفعها. ما هي هذه الغرامات؟ انت الحين وين الضربة ضربته؟ الولد ضربته شيخنا في الوجه، ضربته في الوجه احمر او اخضر او اسود، ليش؟ لان يفرق. اذا احمر وفي الوجه فعليك ان تدفع دينار ونصف. واحد يقول دينار ونصف قليل شيخنا، دينار ونصف من شنو؟ ها، دينار ونصف من الذهب.
يعني لو بن قدره بن قدره أمس أول أمس واحد متصل قدرنا طلع شنو؟ طلع حدود 75 دينار لهذه الضربة الواحدة اللي أثرت في وين؟ اللي أثرت في الوجه. زين، إن كانت في بقية البدن يختلف تقديرها نصف المبلغ، إن أخضر أو أسود يتضاعف، يعني بدل دينار ونص يصير كم؟ يصير 3 دنانير مع الأخضرار. إذن محل الشاهد، لا نريد أن نطرح مقادير الديات بقدر ما أن ننبه على أن هناك طريقا للتخلص من المظلمة الجسدية تتمثل في دفع الدية. تدفع الدية بعد شلون اتخلص من مظالم الناس؟ نوع المظلمة مظلمة مالية. الآن شيخنا كيف أتخلص من المظلمة المالية؟ تتخلص من المظلمة المالية بردها، تقوم ترجعها. أخذت من البرانة الفلانية، روح رجع إلى صاحبه. شنو أقول ليه أنا؟ والله أخذت يوم أنا صغير. حرج، روح إلى شيخ الديرة قل له بالموضوع، قل له هذا مبلغ لفلان وصل إليه. مو كذي يصير في بعض الأحيان؟ يجيك واحد زين قصص، هاي وين تجيك؟ تجيك دوما إذا واحد بغي يروح الحج، يجيك والله يقول والله شيخنا أنا مريت في ستر، احنا يقول واحد مار على قراقير فلان شاف فيها هامور، أعرف أن هذه قراقير فلان هامور كبير شيخنا، لم أمنع نفسي منه، أخذته وبعته، فما أصنع؟ نقول له رجع. ما أقدر أرجع. نقول له جيبه واكتب علينا الاسم، إحنا بنوصله. كتب الاسم وصلنا إلى فلان. قال شنو قصة هذا شيخنا؟ قلت له قصة تشذي تشذي. قال من هو؟ قلت له مو شغلك تقول من هو. رجع عليك المبلغ الرجال، وقيمة الهامور أول رخيص، الحين بعد غرمنا أكثر. قال يلا بقى خلاص الحمد لله حصلنا حين هذه 40 أو 30 دينار، الحمد لله رب العالمين، والله يغفر لك. زين، إذن مرة تعرف من ظلمته مالا تقوم توصل له المال بأي طريق كان. مرة لا تقول شيخنا ما أعرفه. بعد نفس ما ذكرت المثال، أنا بوقف في البارك مثلا في الموقف، دعمت شوية السيارة مشيت، ما أعرف من هذا الشخص، أو لا برادة وعزل الشخص ما أدري من وين، من ستره من مكان ثاني الله أعلم. الآن هذه البيزات شلون أرجعها؟ هذه الأموال تسمى برد المظالم، وعليك بإيصالها للوكيل الشرعي، توصلها للوكيل الشرعي يستلمها ويتصدق عن صاحبها، يدفعها صدق عن صاحبها. هذا طريق آخر. الطريق الأخير هو ماذا؟ هو في المظالم المعنوية. مظالم المعنوية، واحد يقول أنا بروح بقول له واحد اغتبته. شيخنا خلنا نكون واقعيين، عطونا حل. ما أقدر أروح لي، أسأتي لي كذا، ما أقدر، ما يتفاهم هذا. لو أقول لي اغتبته مثلا شهر فيني في الديرة وكذا، ما أصنع؟ هنا استغفر له. إذا لم تستطع أن تذهب له فاستغفر له، قل له، قل لله عز وجل اللهم اغفر لفلان، استغفر له، أو قم بإهدائه بعض الأعمال، صلي زيارة مثلا شيء من هالقبيل وتهديه إلى فلان. والطريق الأخير هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سؤال الله عز وجل أن يرضي خصومك يوم القيامة، يعني يتكفل المولى من تقرأ الدعاء أو مظلمة ظلمتها إياه بتحامل عليه بميل أو هواء كذا فأرضه عني، يعني يحصل نوع من الإرضاء، نوع من الترضية. تقول يا رب رضه عني. هذه مظالم متعددة ومتنوعة، وهناك من المظالم ما تتعدى الحقب الزمنية، تصير مظالم تاريخية، يعني الأجيال على تعاقبهم
لهم حصة من المظلمة، لهم نوع من الحق عليك، لأن هذا ظلم تاريخي كالظلم الذي تعرضت له الزهراء بأبي وأمي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني. فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. ظلم تعرضت له بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظلم لم يقتصر على تلك الفترة الزمنية، بل ظلم تعدى إلى أن ترى آثار ذلك الظلم إلى يومنا هذا. فإنهم لو قدموا عليا سلام الله عليه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.